انطلاق اجتماع وزراء الخارجية العرب بالقاهرة وأبو الغيط يدين عجز المجتمع الدولي عن وقف مذابح وجرائم إسرائيل. عشرات الشهداء في مجزرة جديدة للاحتلال بمدينة خان يونس، وحصيلة شهداء العدوان تتجاوز 41,000. ورئيس الوزراء مصطفى مدبولي يعلن عن مشروع طموح لتطوير مستشفيات قصر العين وجامعة عين شمس. الثالثة مساء بتوقيت القاهرة، 12 بتوقيت جرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري. أهلا بحضراتكم. انطلقت بالقاهرة أعمال الدورة 162 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية برئاسة اليمن. ويبحث المجلس سبل وقف العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة والضفة الغربية وما تمارسه قوات الاحتلال من جرائم إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني على مدار أكثر من 11 شهرا، والتي أسفرت عن استشهاد وإصابة وفقدان أكثر من 145,000 فلسطيني. وفي كلمته أمام اجتماع وزراء الخارجية العرب، قال أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط إن العدوان الإسرائيلي على غزة يقترب من عامه الأول وسط عجز من المجتمع الدولي عن وقف المذابح والجرائم. ولفت أبو الغيط إلى أن القوة الكبرى في عالم اليوم إما لا ترغب في ممارسة الضغط على الاحتلال أو لا تستطيع إيقاف هذه البلطجة والوحشية. لقد تصدينا جميعا متضامنين وبصوت واحد لهذه المخططات، وسنستمر في مواجهتها وإحباطها باللسان والعمل. نفضحها في العالم كله ليعرف بنوايا الاحتلال ومراميه، ونعمل بشكل متواصل على دعم صمود الفلسطينيين على أرضهم. الفلسطينيون يبذلون دمائهم في هذا الصمود البطولي النبيل، وأقل ما نقدمه هو أسباب الدعم والإسناد لهذا الصمود الذي هو في واقع الأمر جوهر قضية فلسطين ومعناها وامتدادها الباقي على الأرض. لقد استشهد حتى الآن 41,000 فلسطيني، ولكن هناك 6 ملايين باقون على أرض فلسطين ولا يمكن إخراجهم منها. هذا وقال أبو الغيط إن جامعة الدول العربية تحركت خلال الشهور الماضية في حملة دبلوماسية مكثفة، مشيرا إلى أنه يتعين مواصلة الجهد مع الشركاء المقتنعين بعدالة القضية والساعين إلى تجسيد حل الدولتين على الأرض. وأوضح أبو الغيط أن وقف إطلاق النار اليوم لم يعد مطلبا عربيا، بل هو مطلب عالمي يحظى بإجماع مشهود. إن وقف إطلاق النار اليوم لم يعد مطلبا عربيا فقط، بل هو مطلب عالمي يحظى بإجماع مشهود. هو ضرورة إنسانية وأخلاقية، وهدف استراتيجي لتجنيب هذه المنطقة شرور حرب موسعة ليست احتمالاتها ببعيدة، بل أن شرارتها تلوح في أفق المنطقة منذرة بالخراب للجميع بغير استثناء. وقال أبو الغيط إن السودان يواجه أزمة إنسانية غير مسبوقة تتفاقم بفعل الفيضانات والسيول الأخيرة التي ألحقت الضرر بنحو 32,000 أسرة في 13 ولاية. الجرحى المفتوحة في فلسطين لا يحرف أنظارنا عن جراح مفتوحة في أوطان عزيزة علينا. لا زال السودان يعيش أزمة قد تكون هي الأشد وطأة من الزاوية الإنسانية. التسوية السياسية ووقف الاحتراب ما زالت أهدافا بعيدة المنال، والأزمة مستحكمة، وجاءت كارثة الفيضانات والسيول لتضيف مزيدا من الألم إلى المعاناة القائمة. لقد تضررت نحو 32,000 أسرة سودانية في 13 من ولايات السودان،
وقال مدير منظمة الصحة العالمية في زيارته لبورت سودان قبل يومين أن النظام الصحي في المدينة على وشك الانهيار. لقد بات الأمر يحتاج من الجميع دولاً ومنظمات إلى تكاتف عاجل مع السودان وأهله لتجاوز هذه المحنة الإنسانية التي يعيشها على أكثر من صعيد. فالأزمة الغذائية في هذا البلد هي الأسوأ على مستوى العالم، وأوضاع النازحين بالغة الهشاشة، ولا يجب أبداً أن يترك السودان وحده في مواجهة هذه النوازل. أعرب أحمد أبو الغيط عن قلقه بسبب تطورات الأوضاع في ليبيا، مناشدا كافة الأطراف الفاعلة بوضع مصلحة الشعب والحفاظ على مقدراته نصب أعينهم. وفي ليبيا لا يسعني سوى الإعراب عن الأسف والقلق مما آلت إليه التطورات مؤخرا في هذا البلد العربي العزيز. فالانقسام لا يلتئم، وإنما تتسع الهوة بين الشرق والغرب، وتتصلب المواقف بصورة لا تخدم وحدة ليبيا ولا وحدة مؤسساتها، بما في ذلك تلك المؤسسات التي يستفيد منها المواطن الليبي في كافة أرجاء الوطن. ونناشد الأطراف الفاعلة أن تضع مصلحة الشعب والحفاظ على مقدراته نصب أعينها. وندعو من هنا كافة الأطراف للعودة للحوار البناء تحت مظلة بيت العرب لتجاوز الخلافات، تمهيداً لإتمام المصالحة الوطنية الشاملة وإجراء الانتخابات التي طال انتظارها. ثمن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الدورين المصرية والقطرية في الوساطة ومساعيهما من أجل غزة، وطالب فيدان بضرورة وصول المساعدات الإنسانية لكافة الأراضي في غزة دون ممانعة أو انقطاع، مشيرا إلى أن الأعمال الإسرائيلية لن تمر دون عقاب. إن الذي نواجهه اليوم هو بسبب الفرار من العدالة، وهذا يؤدي إلى المزيد من الهجوم، وهذه المرة الاستجابة يجب أن تكون مختلفة. هؤلاء المسؤولين يجب أن يتحملوا المسؤولية أمام المحاكم الدولية. أنا قد قمت في الشهر الماضي بزيارة معبر رفح لمتابعة ما يحدث، ولقد شاهدت على أرض الواقع كيفية التنظيم الجيد من قبل المصريين، وأشكرهم مرة أخرى على هذا الجهد المبذول، وأنا أقدر كذلك دور قطر ومصر للتوصل إلى وقف إطلاق النار. أكد الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أن الاتحاد الأوروبي يدعم وبشكل كامل الجهود التي تبذلها مصر وقطر للتوصل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة. وخلال كلمته باجتماع وزراء الخارجية العرب، أكد بوريل أن ما تقوم به إسرائيل في الضفة الغربية يصعب من الوصول لحل للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين. الاتحاد الأوروبي يدعم بشكل كامل الجهود التي تبذلها مصر والولايات المتحدة الأمريكية وقطر فيما يتعلق باتفاقية وقف إطلاق النار، ولكن حتى الآن لم توقع ويبدو أنه لن توقع في المستقبل القريب. لماذا؟ ببساطة لأن القائمين على اندلاع هذه الحرب ليس لهم مصلحة في وضع حد ونهاية لها، لذلك هم يحاولون أن يتظاهروا برغبتهم دون، وهذا ليس حقيقة، لأنه يصاحب ذلك الإفلات من العقاب. ومن مقر جامعة الدول العربية انضم إلينا مباشرة أحمد الحسيني مراسل التلفزيون المصري. أحمد، أرحب بك، وضعنا في أبرز ما جاء في اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية اليوم. نعم، نحييكم من مقر جامعة الدول العربية، حيث انطلق اليوم اجتماع مجلس جامعة الدول العربية في دورته العادية 62 بعد 100 على المستوى الوزاري. هذا الاجتماع الذي تصدرت في القضية الفلسطينية محور المباحثات، وطالب الحضور والسادة وزراء الخارجية العرب خلال هذه الجلسة بوضع حد لمعاناة الشعب الفلسطيني خاصة في قطاع غزة، وضرورة التوصل إلى اتفاق لإنهاء هذه المعاناة.
نحن نتحدث عن هذا الاجتماع الذي تترأسه اليمن تلفا لموريتانيا. تم أيضا تباحث عدد من الموضوعات من بينها الأمن القومي العربي، بالإضافة إلى التعاون العربي على المستوى السياسي ومختلف الجوانب، بالإضافة إلى مجمل التطورات في عدد من الدول العربية في اليمن وفي لبنان وليبيا والصومال والسودان. أشير إلى أن هذا الاجتماع 62% شهد حضور مشاركة تركية بحضور وزير خارجية تركيا. هذه المشاركة التي تأتي بعد الزيارة الأخيرة التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى دولة تركيا. وأيضا قبيل انعقاد هذا الاجتماع عقدت هيئة متابعة لجنة القرارات والتوصيات التابعة لقمة البحرين اجتماعا صباح اليوم، بحثت وناقشت فيه تقريرا نصف سنوي عن متابعة ما تم من القرارات والتوصيات التي جاءت في قمة البحرين الأخيرة. نحن الآن يوسف في يتم عقد جلسة مغلقة من قبل السادة وزراء الخارجية العرب، بعدها سوف يكون مؤتمر صحفي سوف يتم فيه الإعلان عن مجمل القرارات والتوصيات عن هذه الدورة 62% ونتابعها معكم بعد لحظات قليلة. نعم زميلي أحمد الحسيني مراسل التلفزيون المصري كنت معنا من مقر جامعة الدول العربية، شكرا جزيلا لك. الله أكبر. بفقد حبيب ورا حبيب، بفقد غالي ورا غالي، صدمة ورا صدمة، كسمور ورا كسمور. قصفوهم أين ما أدرينا عنهم إلا هم أيهم مقطعين شقف يا خير. أدانت مصر وبأشد العبارات قصف إسرائيل خيام النازحين الفلسطينيين في مواصي خان يونس جنوب غرب قطاع غزة، هو ما أسفر عن استشهاد وإصابة أكثر من 100 مواطن فلسطيني حتى الآن. وتعرب وزارة الخارجية عن بالغ استنكارها لاستمرار المجازر الإسرائيلية في حق المدنيين بقطاع غزة، وذلك في غياب أي تحرك دولي فاعل لوضع حد لهذه المعاناة الإنسانية التي أصبحت تمثل تحديا حقيقيا لمصداقية كافة المعايير والقيم الإنسانية وخرقا لأبسط قواعد القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان. وتعتبر وزارة الخارجية أن استمرار ارتكاب هذه الجرائم بتلك الصورة وعدم الاكتراث بأرواح الأبرياء والمدنيين أصبح يشكل تهديدا للسلم والأمن والإقليمين والدوليين، داعية كافة الأطراف الفاعلة دوليا للنأي عن سياسة المعايير المزدوجة والكيل بمكيالين والاطلاع بمسؤولياتها الإنسانية والأخلاقية لوقف تلك المأساة الإنسانية بصورة فورية. هذا وتذكر وزارة الخارجية كافة الأطراف أن إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني بصورة عادلة واستعادة أمن واستقرار المنطقة لا ينتهي عند التوصل لوقف كامل لإطلاق النار في قطاع غزة، ولكن بالنجاح في التوصل لتسوية عادلة ودائمة لهذا الصراع والذي يشكل حل الدولتين أساسه الوحيد القائمة على إقامة دولة فلسطينية مستقلة على خطوط 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، داعية لتكثيف الجهود للعمل على استعادة الأمل لدى الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره واستعادة حريته. ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي مجزرة جديدة في قطاع غزة، حيث شنت غارة جوية عنيفة استهدفت منطقة خيام النازحين في مواصي خان يونس جنوب غربي القطاع. هذا وأعلنت السلطات الصحية في قطاع غزة ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى 41,020 شهيدا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، فيما وصل عدد الجرحى إلى 94,925 فلسطينيا منذ بدء العدوان. مجزرة جديدة نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة
حيث استهدف طيران الاحتلال خيام النازحين في منطقة المواصي بخان يونس جنوب غربي القطاع، ما أسفر عن عشرات الشهداء والجرحى. المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة قال إن الغارات استهدفت تجمعاً لخيام النازحين مكوناً من 20 خيمة على الأقل مأهولة بالسكان في منطقة ادعى الاحتلال أنها إنسانية، وخلفت الغارات العنيفة 3 حفر كبيرة حيث كانت الصواريخ المستخدمة ارتجاجية ثقيلة، وأوضح أن عدداً من الشهداء دفن في الأرض، وتواجه طواقم الإسعاف والدفاع المدني صعوبة كبيرة بانتشال الجثامين. كنا نايمين فجأة وكل شيء تقول إعصار صار كركبة قام إحجار دخن نار الشجر كله ولا بنتي مجال وإحنا بنتي تحت الردم الصغيرة كانت والتانية استشهدت وأنا تصوبت. جيش الاحتلال الإسرائيلي زعم من جانبه أنه اتخذ خطوات لتقليل احتمال إصابة المدنيين في الهجوم على خان يونس، مؤكداً أن قواته استخدمت ذخائر دقيقة واعتمدت على المراقبة الجوية وتوفرت لديه معلومات استخباراتية بوجود عناصر لحركة حماس تستخدم البنية التحتية المدنية لتنفيذ عمليات ضد عناصر إسرائيل. من جانبها ردت حركة حماس على العدوان الإسرائيلي بنفي تواجد أي عناصر مسلحة داخل الخيام بمنطقة المواصي، وطالبت المجتمع الدولي والأمم المتحدة وكافة المؤسسات بعدم الصمت على الانتهاكات الإسرائيلية التي تقوم بها قوات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، والتحرك لوقف حرب الإبادة الجماعية التي يمارسها جيش الاحتلال بقطاع غزة. هذا وقد واصلت الطائرات الإسرائيلية قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم 340 من العدوان، مخلفة أعدادا كبيرة من الشهداء والجرحى، وارتكب الاحتلال الإسرائيلي مجزرتين ضد العائلات في قطاع غزة خلال الساعات 24 الماضية، وجدد جيش الاحتلال قصفه المدفعي لشمال مخيم النصيرات بوسط غزة، وكذلك استهدف حي تل الهوى جنوب مدينة غزة، كما تتواصل عمليات استهداف مخيم جباليا، وأصدر جيش الاحتلال أوامر إخلاء جديدة في بيت لهيا وأحيائها شمالي القطاع. قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن الأمم المتحدة عرضت مراقبة أي وقف لإطلاق النار في قطاع غزة. وأضاف غوتيريش في مقابلة مع وكالة أسوشيتد بريس أنه من غير الواقعي الاعتقاد بأن الأمم المتحدة يمكن أن تلعب دورا في مستقبل غزة، إما عن طريق إدارة القطاع أو توفير قوة لحفظ السلام، لأنه من غير المرجح أن تقبل إسرائيل بذلك. الأمم المتحدة مستعدة وجاهزة لدعم أي وقف لإطلاق النار في قطاع غزة وفقا لما يطلبه المجتمع الدولي منا، وإذا قبلت الأطراف المعنية ذلك. إن مستوى المعاناة الذي نشهده في غزة غير مسبوق خلال ولايتي كأمين عام للأمم المتحدة. لم أرى من قبل مثل هذا المستوى من الموت والدمار الذي نشهده في غزة في الأشهر القليلة الماضية. حذر المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبوردينا من أن استمرار المجازر ضد الفلسطينيين ودعم الولايات المتحدة للاحتلال الإسرائيلي يهدد الاستقرار الإقليمي. وأشار أبوردينا إلى المجزرة الأخيرة في منطقة المواصي غرب خان يونس والتي أسفرت عن استشهاد وجرح المئات من المدنيين، مؤكدا أن المسؤولية عن هذه الجرائم تقع على عاتق الإدارة الأمريكية التي تدعم الاحتلال سياسيا وعسكريا وماليا. حذر وزير الصحة الفلسطيني ماجد أبو رمضان من التداعيات الكارثية للحرب الإسرائيلية على القطاع، مؤكدا أن السلطة الفلسطينية سوف تتحرك دوليا لمحاسبة إسرائيل على كل جرائمها بحق الشعب الفلسطيني. وقال أبو رمضان إن ما يقوم به الجيش الإسرائيلي من تدمير للمنشآت الصحية والبنية التحتية واستهداف الأطقم الطبية وحصار القطاع يشكل جرائم ضد الإنسانية.
وأضاف أن محافظات غزة مقسمة ويصعب التواصل بينها، لافتا إلى وجود دمار شديد في البنية التحتية لكل ما يمت بالصحة، سواء كان مستشفيات أو مراكز صحية أو سيارات إسعاف، بالإضافة إلى اعتقال الكوادر الطبية من داخل المستشفيات أكثر من مرة، وهو ما يعد خرقا فاضحا يندرج تحت جرائم الحرب. قال الرئيس الإسرائيلي إسحاق هيرتسوغ إن الثمن سيكون أكثر إيلاما إذا لم تعد إسرائيل المحتجزين. وأشار هيرتسوغ إلى أنه يجب بذل كل ما هو ممكن لإعادة المحتجزين الأحياء لتأهيلهم والموتى للدفن في إسرائيل، منوها إلى أن أي صفقة لإعادة المحتجزين في غزة سيكون لها ثمن باهظ، لكن عدم إعادتهم سيكون ثمنه أكثر إيلاما. اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 14 فلسطيني على الأقل من الضفة الغربية المحتلة، من بينهم والدة شهيد وفتاة، بالإضافة إلى طفل ومعتقلين سابقين. وذكرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني أن عمليات الاعتقال توزعت على محافظات الخليل وبيت لحم وجنين ونابلس ورام الله، رافقتها عمليات تنكيل واعتداءات وتهديدات في حق المعتقلين وعائلتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل الفلسطينيين. يذكر أن قوات الاحتلال اعتقلت أكثر من 10,600 فلسطيني من الضفة الغربية بما فيها القدس، وذلك منذ بدء حرب الإبادة المستمرة والعدوان الشامل على الفلسطينيين. أعلنت سلطة المطارات والموانئ الإسرائيلية إعادة فتح معبر إلمبي المعروف فلسطينيا بمعبر الكرامة بين الضفة الغربية والأردن أمام المسافرين، واستمرار إغلاقه أمام الحركة التجارية. يأتي هذا بعد يومين من العملية التي نفذها عند المعبر سائق الشاحن الأردني ماهر الغازي، والتي أدت لمقتل 3 إسرائيليين. عبرت معبر رفح البري 20 شاحنة فقط باتجاه معبر كرم أبو سالم. على صعيد متصل، استقبل معبر رفح أمس المفوض العام للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل برفقة محافظ شمال سيناء خالد مجاور، وذلك للوقوف على الوضع الميداني في معبر رفح والخدمات التي تقدمها مصر سعيا منها لإنفاذ المساعدات بشكل مستدام إلى القطاع. تحياتي إليكم من أمام معبر رفح البري بمدينة العريش، حيث نرصد أبرز الأحداث الخاصة بقطاع غزة وبنقل الشاحنات التي تدخل إلى القطاع محملة بالمواد الغذائية والإغاثية وخروجها. ويعني كما نرى في الخلفية لدينا سيارة محملة بالمواد الغذائية التابعة لليونيسيف، وهي مواد إغاثية وعبارة عن أدوية تابع لليونيسيف كما هو مكتوب على السيارة. وعادت مرة أخرى، وكان من قبل هذا البث هناك بعض السيارات أيضا خرجت بشحنات غذائية محملة بها مرة أخرى، من ضمن 20 شاحنة تم رصدها أو جملة ما تم دخوله إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم اليوم، وعاد العديد منها. ما زلنا نحصي هذه الأرقام حتى الآن، وذلك ضمن سياسة التجويع والترهيب والإبادة الجماعية التي تحدث داخل قطاع غزة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلية. وكان بالأمس لدينا 70 شاحنة دخلت، خرج منها أكثر من النصف معاد بنفس الحمولة التي كان يحملها.
واليوم كما ذكرت أنه لم يدخل إلا 20 شاحنة فقط، وعدا منها العديد محمل بنفس الحمولة، يعني تقلص العدد وأيضا تقلص بزيادة بعودته مرة أخرى بنفس الحمولة. ورصدنا حتى الآن سيارتان محملتان بالغاز خرجتا بعد إفراغ الحمولة الخاصة بهما في الناحية الأخرى. هذه كانت أبرز الأحداث حتى ساعتنا هذه، ونوافيكم بالمزيد من أمام معبر رفح، التلفزيون المصري، باسم أبو العنين. كشف رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي عن وجود مشروع طموح وكبير لتطوير مستشفيات قصر العيني وجامعة عين شمس. وخلال اجتماعه لاستعراض مخطط تطوير المستشفيات، استمع رئيس الوزراء لشرح من وزير التعليم العالي والبحث العلمي أيمن عاشور حول مخطط التطوير، مشيرا إلى أن الوضع الراهن لمباني المستشفيات يشهد تدهورا ملحوظا بسبب تقادمها. هذا وأوضح وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن مشروع تطوير مستشفيات جامعة القاهرة يشمل زيادة المساحة الفعلية بعد التطوير إلى نحو 280 ألف متر مربع، وسيتم تنفيذه على 3 مراحل، ويتضمن تطويرا كاملا للمباني والأقسام في كل مرحلة. عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا لمتابعة موقف الخدمات الصحية التي تقدم من خلال الهيئة العامة للرعاية الصحية. أكد رئيس الوزراء أن هدف هذا الاجتماع هو استعراض الموقف التنفيذي والمالي للخدمات التي تقدمها الهيئة العامة للرعاية الصحية، لافتا إلى أهمية المبادرات الصحية المتنوعة والخدمات الفعالة التي توفرها خاصة للفئات الأولى بالرعاية. كما استعرض مدبولي الموقف التنفيذي والمالي لخدمات مبادرات الصحة العامة وتنظيم الأسرة والتطعيمات التي تقدم من قبل الهيئة العامة للرعاية الصحية منذ عام 2019 بمحافظات المرحلة الأولى التي تم تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بها. ترأس رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا لمتابعة الترتيبات الجارية لأعمال استضافة المنتدى الحضري العالمي في دورته 12 بالقاهرة، والمقرر عقده في الفترة من 4 إلى 8 نوفمبر القادم بمشاركة 102 منظمة دولية ومحلية من 49 دولة. وخلال الاجتماع استعرض وزير الإسكان المخطط العام لمنطقة استضافة المنتدى والموقع العام لمنطقة المعرض التي تتضمن أجنحة الدول والمؤسسات المشاركة ونماذج من الأجنحة الصغيرة بالمعرض. تحت رعاية رئيس الجمهورية نظمت وزارة الداخلية الملتقى السادس لطلبات وطالبات المناطق الحضرية بالعاصمة الإدارية، وذلك للتعرف على منشآتها ومرافقها التي تجسد إرادة المصريين في بناء الجمهورية الجديدة. لما الدنيا تقول لي افرح 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 ومن القلب. تنطلق مبادرة الجيل الجديد برعاية رئيس الجمهورية إلى آفاق جديدة من النجاحات في مواصلة ترسيخ الانتماء الوطني لدى شباب وطلائع المناطق الحضرية الجديدة. أجيال طلع في مصر جديدة بضحكة جميلة ترك القلب. محطة عدلي منصور التبادلية العملاقة هي نقطة البداية للملتقى السادس للمبادرة التي تنظمها وزارة الداخلية، حيث استقل الشباب القطار الكهربائي الخفيف والذي يعد أحد عناصر منظومة النقل النظيف في مصر باتجاه محطة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية الجديدة. يحمو يا ابن اليوم الدين وليك يا مصير الدين. العاصمة الإدارية الجديدة كانت هي مقصد الملتقى السادس لمبادرة الجيل الجديد، ليرى الشباب حجم الإعجاز والإنجاز في هذا المكان الذي تحول في أقل من 7 سنوات من رمال إلى مدينة ذكية تتباهى بمنشآتها وطرازها المعماري وأحيائها المتنوعة. جديد
بدأ الشباب جولتهم بالعاصمة الإدارية بزيارة مسجد الفتاح العليم، ويعد أولى الإنشاءات البنائية في العاصمة الإدارية. صدر الأمر بإنشاء مسجد الفتاح العليم يوم 6 يناير سنة 2017، وتم افتتاح المسجد يوم 6 يناير سنة 2019، خدنا كام؟ سنتين، وده معناه إن كانت كل الطاقات الممكنة وكل القدرات الممكنة اشتغلت وتكاتفت وتعاونت عشان تبرز لي هذا المظهر والمنجز الحضاري. أماكن جميلة جداً أول مرة في حياتي أشوفها، لو كنت أسمع عنها في التلفزيون، بس النهاردة مبسوطة جداً إن أنا جيت شفتها. تضمنت الجولة زيارة كاتدرائية ميلاد المسيح، والتي كان افتتاحها في ذات توقيت افتتاح مسجد الفتاح العليم. الدولة حريصة على ان هي بتثبت فكرة الوحدة الوطنية، اننا كلنا شعب واحد. دي فكرة مهمة جدا ان الدولة نفسها تكون أول مشروع ليها في مكان كان صحراء تماماً أن هي تبني جامع وكنيسة. تعلمنا في المبادرة يعني التسامح، وأن احنا كلنا واحد وبنعيش في وطن واحد، وتعلمنا في المحاضرات يعني إيه الوسطية ويعني إيه حرية الاعتقاد. أنا فرحان أن أنا جيت وزرت الكاتدرائية وزرت مسجد الفتاح العليم، وعرفونا في المبادرة أن الاثنين اتبنوا في وقت واحد، وده يأكد أن احنا هنا في مصر نسيج واحد. وتوجه الشباب إلى مركز مصر الثقافي الإسلامي، حيث شاهدوا مسجد مصر والمصمم على الطراز المعماري الإسلامي الممزوج بروح الحداثة والعصر، ويعد ثالث المساجد مساحة بعد الحرمين الشريفين. كما يضم المركز دارا للقرآن الكريم نقش فيه القرآن كاملاً في 30 إيواناً بسواعد وأيادي مصرية وبدقة كبيرة. أجيال طلاب مصر جديدة بتقول دايماً تحيا مصر، لما تشوف أبطال حنفي يحمو يبنوا. روعة من روعات العاصمة الإدارية إن احنا نشوف المصحف الشريف منحوطه على الجدران، وإن احنا شفنا مصحف سيدنا عثمان بن عفان أول مصحف، يعني ودي كان حاجة عمري ما توقعتها، وإنه كان حلم بالنسبة لي إن أنا أجي العاصمة. أجيال طلاب مصر جديدة بتقول دايماً تحيا مصر. الجولة التي استمرت على مدار 5 أيام بالعاصمة الإدارية شملت مدينة الفنون والثقافة، والتي أنشئت لتكون منارة للإبداع الفني والفكري والثقافي في مصر بمكوناتها الفريدة، أهمها قاعة الأوبرا، متحف عواصم مصر، ومكتبة العاصمة الإدارية. أجيال طلاب مصر جديدة بتقول دايماً تحيا مصر. مجموعة من الصروح العظيمة جداً من أجل مستقبل مصر ومستقبلكم أنتم شخصياً، عشان تتعرفوا على فنون بلدكم اللي مش بس بننقلها لكم، بننقلها عن طريقكم للعالم كله. لما تشوف أبطال حنفي يحمو يبنوا اليوم الدين. مجلس النواب أيقونة معمارية فريدة في العاصمة الإدارية، توجه إليه شباب وطلائع المناطق الحضرية الجديدة لمعرفة كيف يمارس نواب الشعب دورهم الرقابي والتشريعي، واستمعوا إلى آليات عمله ومراحل بنائه. وقد حصل المجلس على أفضل مشروع إنشائي عربي عام 2021. بنرحب بشباب المبادرة في مجلس النواب الجديد للعاصمة الإدارية الجديدة، ومهم جدا إن هم ييجوا يتعرفوا على المجهود اللي بيتعمل في العاصمة الإدارية والحي الحكومي. عرفنا النهاردة إن مجلس النواب ليه سلطة تشريعية وسلطة رقابية، ودي معلومات كويسة احنا عرفناها النهاردة. أجيال طلاب مصر جديدة بضحكة جميلة ترك القلب. وعلى بعد أمتار قليلة من مجلس النواب كان المقر الجديد لمجلس الشيوخ، حيث تعرف شباب جيل جديد
على آليات عمله في مراجعة القوانين المختلفة، وشاهدوا قاعة المجلس الرئيسية. فخورة جدا ان انا مشاركة في المبادرة دي، لانها بتعلمنا حاجات كتير، وكل مرة بستنى المبادرة هتفاجئنا بايه وهتعمل ايه حاجات جديدة. اتعلمت في مبادرة كلنا واحد جيل جديد ان السلطة التشريعية بتكون من مجلسين، مجلس النواب ومجلس الشيوخ. مجلس النواب هو اللي بيشرع القوانين ومجلس الشيوخ هو اللي بيراجعها. ولما اروح اقول لاهلي لازم ينزلوا في الانتخابات علشان نختار اعضاء مجلس النواب ومجلس الشيوخ. وحرصت مبادرة جيل جديد على اصطحاب الشباب إلى مقر مجلس الوزراء بالحي الحكومي، وأتيحت لهم الفرصة زيارة القاعة المخصصة لعقد جلسات مجلس الوزراء. من خلال زيارة البراعم وزي ما شفنا النهاردة ومروا على مجلس الوزراء وشافوا الحي الحكومي كله في انتقال الحكومة من القاهرة للعاصمة الإدارية الجديدة، شافوا ازاي في تخطيط جديد بيحصل سواء على مستوى المباني وسواء أيضا على مستوى التحول الرقمي والربط ما بين الوزارات المختلفة. احنا تعلمنا في المبادرة حاجات كتير، منها مجلس الوزراء بيمثل السلطة التنفيذية في مصر. مجلس الوزراء بيجتمع هنا كل أسبوع علشان نخطط لنا مستقبلنا. لما تشوف أفضل حلفين يحمو يبنوا اليوم الدين، وليك يا مصري ردوا الدين لأجل بلدنا بلد ومع استمرار الأعمال الإنشائية في البرج الأيقوني، كانت فرصة للشباب لزيارة هذا المعلم المتميز والذي يقع بحي المال والأعمال، ويعد أكبر الأبراج في أفريقيا مجسداً إرادة المصريين في البناء والتنمية. أنا مبسوطة أوي إن أنا جيت العاصمة الإدارية هنا في برج الأيقوني، ما كنتش متخيلة ان هو يكون بالشكل ده وبالضخامة دي. بشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي بيخلينا نشوف الانجازات وتاريخ بلدنا. وتحت اطول ساري علم في العالم التقط شباب جيل جديد صورا تذكارية، حيث يعد هذا الساري جزء من ساحة الشعب والتي تعتبر من ابرز المعالم الموجودة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتضم النصب التذكاري الذي صمم بطابع فرعوني ومدون عليه اسماء شهداء مصر. مبسوطة جدا برضو ان احنا بصينا على ساحة الشعب وعرفنا حاجات فيها اكتر، وبجد مناظر تحفة، بجد والله العظيم مناظر تحفة. انا مبسوطة اللي هو احنا بجد بلدنا حاجات زي كده. مبسوطة ان سيادة الرئيس فكر انه يعمل لنا مبادرة زي كده. مبادرة غيرت في شخصيتنا كتير جدا، خليتنا طموحين وبنبص لاحسن حاجة دايما. كما قام الشباب بجولة بالنهر الأخضر، وهو سلسلة من الحدائق الخضراء والبحيرات الصناعية، وأقيم كمتنفس طبيعي للعاصمة الإدارية. تحية لكل إيد مصرية إن هي قدرت تحول الصحراء دي للجمال ده كله، والحاجات الخضراء دي شكلها منظرها خلاب الجميل ده. وعلى هامش الملتقى السادس للشباب وطلائع المناطق الحضرية الجديدة، تم تنظيم ندوات ثقافية لهم بالحي الحكومي حول العاصمة الإدارية وأهميتها ومراحل إنشائها. أنا اسمي صبر أحمد من حي معاً، وكنت عايز أعرف إزاي المنشآت دي كلها اللي في العاصمة الإدارية الجديدة اتبنت إزاي في 7 سنين. الإرادة، المعافرة، صح ولا مش صح؟ ده الوقت قصير، مش هننام. بدل ما وردية واحدة تشتغل 7 ساعات 12 ساعة، تشتغل 3 ورديات في اليوم. العمل شغال 24 ساعة. إحنا بنشتغل في المبادرة، بنشتغل على بناء الفكر. كيف يمكن صياغة فكر مبدع، فكر للمستقبل، القدرة على استشراف المستقبل، هو ده اللي بيبني الأمم. فخورة جدا أن أنا في مبادرة جيل جديد كلنا واحد، وحابة أشكر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. وتحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. وخلال لقائه بشباب وطلائع المناطق الحضارية الجديدة، أعلن رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية عن مكافأة للطلبة المتفوقين. إحنا بنخصص ليكو 10 منح دراسية إن شاء الله السنة الجاية للمتفوقين في الثانوية العامة، إن هم يجوا وانضموا لأسرة العاصمة ويتقدموا للجامعات هنا، وإحنا متكفلين بكل سنوات الدراسة، بكل المصاريف، بكل ما يحتاجونه ومن كل حاجة. أهم رسالة طبعا إحنا موريهم جودة حياة المستقبل، جودة الحياة.
هي ده الفرق يعني، هو ده اللي احنا بنوريه النهارده، الشكل الجديد للجمهوريه الجديده، بنوريهم مصر هتبقى عامله ازاي في المستقبل، ان هو ده مستقبلهم، احنا بنجهز ليهم، هم اللي هيكملوا، هم اللي هيستفيدوا بالحاجات دي كلها، هم اللي هيشوفوا المستقبل عامل ازاي. لما تشوف امل حفيد يحمو يا ابن اليوم الدين. اختتم الملتقى فعالياته بحفله ترفيهيه سادها اجواء من البهجه والفرحه، كما أقيمت مسابقات رياضية بالصالة المغطاة بالمدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية، شهدت تنافساً بين شباب المناطق الحضرية وإبراز مهاراتهم الرياضية بحضور عدد من الرياضيين. استمتع خلالها الشباب بالأجواء التنافسية المتميزة. هنشوف الضربة الحرة اتلعبت، ودي تسديدة وجول جول جول. اللي عجبني في المبادرة دي إنها بتهتم بالإنسان وبتهتم بالشباب وبتهتم بأبناء المدن الحضرية. شفنا شباب كويس جدا، مبشر جدا بالخير يعني. حسيت إن ناس اتحط عليها سبوت ما كانتش موجودة في الصورة، وده الشيء المهم جدا. بتاخد بالك من أولاد صغيرين، اللي أنت بتدعم أولاد صغيرين، واللي أنت بتقف جنبهم وتعلمهم وتلعبهم رياضة، دي حاجة محترمة جدا. شفت لعيبة مميزة جدا النهاردة في اللقاء ده، يعني إن شاء الله بإذن الله عندهم مستقبل كويس جدا. الفترة اللي جاية إن شاء الله نلاقي نجم واثنين وثلاثة يمثلوا مصر في المنتخبات الوطنية ويحترفوا في الدول الأوروبية، يبقى نماذج مشرفة زي محمد صلاح وتريزيجيه. إحنا مبسوطين قوي باليوم الرياضي اللي عملوه لنا. النهاردة كان أسعد يوم يعني، تحيينا بعض ولعبنا مع بعض، كان يوم جميل وكله حماسي. قابلنا لعيب الكوره كنا نفسنا نشوفهم، كنا بنشوفهم في التلفزيون بس، اتصورنا معاهم ولعبوا معانا، وكان يوم يعني كلنا فرحانين ومروحين مبسوطين. شكرا للرئيس عبد الفتاح السيسي. وخلال الاحتفاليه تم توزيع حقائب مدرسيه على شباب وطلائع المناطق الحضريه الجديده بمناسبه قرب حلول العام الدراسي الجديد. لما تقول هعدي يبقى مش ممكن تهدي، مصر حلفت مش هترجع إلا لما الفجر يطلع النهار للدنيا يلمع. مصر مش ممكن هتركع غير لرب العالمين، والجوامع والكنائس مفتوحين، اسألوا التاريخ وشوفوا غير الجند مين. مصر صحية كل حين، صدرت علم وحضارة عبر آلاف السنين. عشت يا أم الدنيا دايماً أزهارك فوق النجوم. ساهمت مبادرة جيل جديد في الارتقاء بثقافة وأفكار شباب وطلائع المناطق الحضرية الجديدة. المبادرة التي أطلقتها وزارة الداخلية برعاية رئيس الجمهورية رسخت فيهم المفاهيم الفكرية والثقافية وعرفتهم بالإنجازات المختلفة، ومنها العاصمة الإدارية الجديدة ومنشآتها وإنجازاتها التي تعتبر انطلاقة للجمهورية الجديدة. عبد الله بركات، التلفزيون المصري. وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا هاتفياً الأستاذ محمود بسيوني، رئيس تحرير أخبار اليوم. أستاذ محمود أرحب بك، ودعنا نبدأ من دلالة تنوع أماكن إقامة مثل هذه الملتقيات. يعني الملتقى الخامس قبل 3 أشهر كان في محافظة السويس للتعريف بالإنجازات التي تمت هناك لجيلنا من الشباب الصغير. اليوم هذا الملتقى السادس في العاصمة الإدارية الجديدة، دلالة التنوع ودلالة اختيار العاصمة الإدارية الجديدة في هذا الملتقى. مساء الخير على حضرتك وكل مشاهدي القناة الأولى. في الحقيقة احنا قدام مشهد جميل جدا مصر بتعيشه في ظل يعني قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، انه يبقى فيه عندنا مبادرة زي مبادرة جيل جديد برعاية السيد الرئيس بالتعاون مع وزارة الداخلية، واهتمام بشباب المناطق الحضرية الجديدة، المناطق اللي تم تطويرها وتم تحديث شكل الحياة فيها وبقى فيها جودة حياة بتقدم حياة مختلفة للمواطن المصري. أولادنا بقى اللي موجودين في هذه المناطق النهاردة بيتفرجوا على الإنجازات بتاعت الدولة المصرية. نعم. وأتصور أن ده جزء مهم جدا ومكون مهم جدا في تكوين الشخصية المصرية اللي بتعيش في هذه المناطق، أنه يبقى متجذر جواه مفاهيم الانتماء وولاء وحب الوطن.
الوطن الجميل، الوطن اللي هم شافوه، العاصمة الإدارية الجديدة، المكان الجميل اللي المصريين بنوه وعلى أحدث طراز، وعلى مدينة ذكية، مدينة تتباهى بها مصر قدام العالم كله. فالنهاردة الشباب الصغير بيشوف هذه المدينة، بيشوف الإنجاز بتاع يعني أهاليه، بيشوف الإنجاز بتاع المواطن المصري لما قرر أنه يعمل إنجاز مثل هذا الإنجاز الكبير. بيشوف المسجد، بيشوف الكنيسة، بنشوف النسيج اللي ما بين المسلم والمسيحي، وبنشوف النسيج الوطني في أبهى صوره. إزاي إن هم خدوا الرحلة، حتى أنا يعني بصيت على التقرير، الرحلة خدوها بالقطار السريع، والقطار السريع نهاية آخر محطة في مدينة الثقافة والعلوم في العاصمة الإدارية الجديدة. فأنت تقدر، أي حد، أي مصري النهاردة يقدر يركب وسيلة مواصلات زي القطار السريع ويبقى موجود في العاصمة الإدارية ويستمتع بمثل هذه المشاهد. الأطفال شافوا ده وعاشوه. الداخلية الحقيقة عملت حاجة مهمة جدا، إنه مش بس إنه هو وراه المشهد الجميل ده، ولكن كمان استوعب مهاراته واستوعب أفكاره ولعب كورة واتفرج، وكان يوم جميل. وكل الشباب اللي شفتهم في التقرير يعني كلهم مبسوطين جدا وفرحانين بالمشهد الجميل ده، وإنه الدولة فاكراهم والدولة مدت إيديها ليهم والدولة شايفاهم، ودولة كل شوية بتجيبهم وتفرجهم على بلدهم اللي يعني بقى صعب عليهم لوحدهم إن هم يتفرجوا عليهم. نعم، إذا نقف عند دور وزارة الداخلية، الدور المجتمعي في تعميق الانتماء الوطني لدى الشباب من خلال الاطلاع على هذه النماذج التي أشرت إليها أستاذ محمود. بالتأكيد وزارة الداخلية لها دور مهم جدا، وربما يعني اتضح في الملتقيات السابقة والملتقى الجديد والمبادرة نفسها. احنا شايفين اهتمام كبير بالشباب، واهتمام كبير بانه تصل جودة الحياة اللي موجودة في مصر للشباب بطريقة مختلفة وطريقة ذكية الحقيقة، وفيها كتير من الابداع. يعني الداخلية عملت حاجة مبدعة في الحقيقة، ان هي تنزل للشباب وتختارهم وتعمل رحلة بيرعاها رجال الداخلية، وبيشوفوا وبيتفرجوا على الأماكن الجديدة، ويبقى فيها معاهم ملتقى ثقافي. يعني الأفكار اللي بيستمع ليها الشباب في مثل هذه الظروف، أتصور أنها بتحفر جوه ذهنه المشهد والمعلومة الصحيحة، وتخليه طول الوقت محصن ضد أي معلومات خاطئة قد تأتي من هنا أو من هناك، من وسائل التواصل الاجتماعي أو من أي وسيلة أخرى. فده تحصين للشباب، كمان تحصين للشباب وتحصين للجيل الجديد ده اللي كان بيبقى بيحصل ليه تلاعب في السنوات السابقة ومن جانب جامعات محظورة. النهاردة الدولة بتمد إيديها، الداخلية اللي موجودة، الداخلية بتقدر تدي المعلومة الصحيحة، وبتقدر تخلق وتخلي في الذهن دايما عند الشباب الصغير الأفكار اللي من نوع ده. نعم، الأستاذ محمود بسيوني، رئيس تحرير جريدة أخبار اليوم، أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا لوجودك معنا على الهواء. ومشاهدينا الكرام، لمتابعة أيضا تنظيم وزارة الداخلية الملتقى السادس لطلبة وطالبات المناطق الحضرية بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمزيد من هذه المتابعة معنا دكتور شريف صلاح الدين، استشاري التدريب والتطوير. أهلا بك معنا دكتور، وبعد التحية، كاستشاري للتدريب والتطوير وفي إطار هذا التخصص، إلى أي مدى تسهم فكرة التعامل والتواصل مع الواقع ومع الإنجازات في ترسيخ ووعي أكبر للطلبة والشباب؟ أهلا وسهلا يا فندم. الحقيقة المبادرة اللي عملتها وزارة الداخلية في ظل توجيهات الرئيس بإعادة بناء الوعي للمواطن المصري، ده من أعظم الأدوار المجتمعية اللي وزارة الداخلية بتقوم بيها. لأن فكرة بناء الوعي المواطن، احنا بنتكلم على عملية شاقة جدا بتاخد وقت طويل، لكن هي بتبدأ بالبذرة بس. لأن طول ما أنا مشغول بس بالحجر ومش مشغول بالبشر، يبقى عندي مشكلة طويلة بعيدة الأمد. احنا دايما بنقول الورد اللي في الفترة اللي فاتت اللي تم استهدافه من داخليا أحيانا وخارجيا كثيرا، لابد من إعادة تأهيله مرة ثانية عقليا. فبنقول المبادرة اللي اتعملت مع خصوصا الناس اللي في المناطق الحضرية اللي انتقلوا مناطق حضرية جديدة فعالة جدا جدا، وبالذات من تفاعلات الأولاد. يعني أنا كنت بستغرب جدا في اللقاء من الأسئلة بتاعتهم والتفاعلات، لا هم ناس فعلا محتاجين دعم قوي جدا جدا للبنية العقلية لمصر اللي جاية، مصر الجديدة، ومحتاجين كمان فلترة لكل المرحلة العشر سنين اللي فاتت دخلت فيها مفاهيم غريبة جدا عليهم، واصبحت تاثيرهم، احتمالات تاثيرهم في المجتمع ضعيفه. فمن الكلام بتاع الاولاد طول الوقت احنا حسينا ان دول محتاجين فعلا نكون جنبهم على طول.
طيب دكتور شريف، إلى أي مدى يسهم هذا التدريب معرفة نقاط القوة، المعوقات، معرفة الصورة الشاملة والكاملة في التطوير اللاحق له وبناء الإنسان المصري؟ احنا بنقول دايما ان فكرة الإيجابية عموما ازاي الولد والبنت دول بدري جدا ابتدائي واعدادي وثانوي يكونوا عندهم شخصية إيجابية. الإيجابية دي مهارة، مهارة نتعلمها مش نصيحة نقدمها. كل الكلام اللي احنا كنا بنسمعه زمان خليك إيجابي خليك إيجابي دي مجرد نصيحة ما بتعملش أي أثر على الأرض، لكن كمهارة لا، الناس تتعلم ايه اللي ممكن نغيره، ايه اللي ما نقدرش نغيره، ايه اللي ابذل فيه جهد، ايه الحاجه اللي انا انتقدها لو غلط، فكره جات لي غلط، حد قال لي معلومه غلط، اقدر اقيم الفكره والمعلومه دي ازاي وافرزها بشكل كويس واقبل السليم ولا اقبل الافكار غير السليمه. كل دي مسؤوليه صعبه المفروض كلنا نتكاتف عشان نعملها، مش بس وزاره الداخليه من خلال مبادره جيل جديد وكلنا واحد، لا كل مكان في مصر المفروض يعمل كده وكل وزاره المفروض تعمل كده. دائما احنا بنقول بناء الساجد قبل بناء المساجد، بناء الصانع قبل بناء المصانع، بناء الدارس في المدرسه قبل بناء المدارس، بناء البشر قبل الحجر. ما ينفعش ابقى مشغول قوي ان انا ببني عمارات وبيوت وانا العقليه ما زالت زي ما هي، ما ينفعش. طيب دكتور شريف، هي فعلا مبادره جزء من كل كبير لبناء وعي الانسان المصري. في التقرير كما تابعنا فكره المنح والجوائز التشجيعيه للطلبه المتميزين، كيف تقراها؟ المنح دي عباره عن حوافز، احنا كان شغلنا مع الاولاد بننمي الدافع وده حاجه جواهم، لكن كمان لازم ندعم بالحافز. المنح دي عباره عن حافز، الولاد يعرفوا ان المتميز دايما هياخد حقه، ومش بس هياخد حقه مننا كبشر وكابناء وطن واحد، هياخد حقه كمان من ربنا سبحانه وتعالى. لازم الولد يعرف كدافع عنده ان الله لا يضيع اجر من احسن عمله. الفكره دي بتكون مزروعه عند الانسان ما بيشعرش ابدا بالضعف ولا بالوهن لو اصابه اي حاجات عكسه في طريقه، بيفهم ان كل جهد بذل وكل نقطه عرق نزلت على الارض لازم ياخد المقابل بتاعها. فالمنح دي عباره عن تطوير لفكره مكافئات ربنا سبحانه وتعالى في صوره الناس اللي هتكافئه، دي مهمه. نعم. فاللي لم يكافئ حتى في المنحه يعرف انه لازم يحصل على مكافئات. نعم. حياتيه مع الوقت. اشكرك شكرا جزيلا دكتور شريف صلاح الدين استشاري التدريب والتطوير. أعرب وزير الخارجية بدر عبد العاطي عن شكر وتقدير مصر لمواقف مسؤول الشؤون الخارجية والسياسية الأمنية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل التي تدعم المبادئ السامية للقانون الدولي فيما يتعلق بكافة الانتهاكات والاعتداءات التي تقع على المدنيين العزل في غزة والضفة والقدس. وأضاف عبد العاطي في مؤتمر صحفي مشترك مع مسؤول الشؤون الخارجية والسياسية الأمنية للاتحاد الأوروبي أن المباحثات مع بوريل تناولت مسار العلاقات الثنائية والعديد من الملفات الإقليمية على رأسها الحرب المستمرة على قطاع غزة والضفة الغربية بالإضافة إلى عدد من الملفات الإقليمية الأخرى. اليوم استقبلت الصديق العزيز جوزيب بوريل والتقينا سويا، ثم انضم إلينا وفد البلدين. خلال هذه اللقاءات نقلت شكر وتقدير مصر للسيد جوزيب بوريل على مواقفه الشجاعة ومواقفه المحترمة التي تدعم دائما المبادئ السامية للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وأيضا لميثاق الأمم المتحدة، فنشكر له هذه المواقف المبدئية له فيما يتعلق بكافة الانتهاكات والاعتداءات التي تقع على المدنيين العزل في قطاع غزة وفي الضفة الغربية والقدس الشرقية. من جانبه وجه الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الشكر لمصر على جهودها لتحقيق الاستقرار في المنطقة، وقال بوريل إنه ينظر لجهود مصر وللوسطاء لتحقيق التهدئة في قطاع غزة بتقدير كبير. إنني أعبر عن تقديرنا للعلاقات الهامة الثنائية بيننا وبين مصر، لا أستطيع أن أفصل كثيرا
في التفاصيل إن الأزمات تمثل خطرا مباشرا لكل من مصر وللأمن الأوروبي كذلك. لا يمكن إيجاد حل لا تدعمه مصر، وإنني أوجه لكم الشكر على كل جهودكم في هذا السياق. أكدت مصر والاتحاد الأوروبي على الشراكة الناجحة طويلة الأمد في مجال الهجرة التي يتم تعزيزها حاليا بعد توقيع الإعلان السياسي المشترك حول الشراكة الاستراتيجية والشاملة في 17 مارس 2024، والذي تعد الهجرة والتنقل أحد أعمدته الستة. وخلال اجتماع لوزير الخارجية بدر عبد العاطي مع المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية يلفا يوهانسن، شدد الجانبان على أهمية تعزيز النهج الشامل في التعامل مع ظاهرة الهجرة بما يتماشى مع الإعلان السياسي المشترك، وخاصة ربط الهجرة بالتنمية ومعالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية. انتهت أخبارنا وبقي التذكير بالعناوين. انطلاق اجتماع وزراء الخارجية العرب بالقاهرة وأبو الغيط يدين عجز المجتمع الدولي عن وقف مذابح وجرائم إسرائيل. عشرات الشهداء في مجزرة جديدة للاحتلال بمدينة خان يونس، وحصيلة شهداء العدوان تتجاوز 41,000. رئيس الوزراء مصطفى مدبولي يعلن عن مشروع طموح لتطوير مستشفيات جامعة عين شمس وقصر العيني. وصلنا وإياكم إلى نهاية نشرتنا. شكرا طيب المتابعة ودمتم في أمان الله.